والحسين جنني، هل من منافس جنته؟ لبيك يا ابن الطاهرة. خادم الإمام الحسين مهدي ناجي عزيز، هذا موكب عمي وعمي سلمه لأبوي، وأنا راح أسلمه إن شاء الله من أبوي بس أكبر. ليش تخدم طريق الإمام الحسين؟ ماكو أحلى من طريق الإمام الحسين، جنة هاي باعتبارها مثل الجنة، وقاعدين هنا نخدم أهل زوار أبي عبد الله الحسين. زين أنت صار عندك موقف سولف لنا يا أخي. مرة بيتنا عندنا 150 جزاير، والفجر خلص عندنا الخبز هنا بالريوق، ودانا أبوي قال له أبوي أروح جيب خبز من الحسينية مال قاعة النساء. قلت له بابا صار، ركضت أنا وكذي لقيت صخرة جاي أركض ما أدري عثرت بيها. فلحد الآن صار رجليك يسح من وراها. عثرت بيها. ليش ما عدت الخدمة؟ بعد شلون أكو واحد يقدر يعرف خدمة الإمام الحسين؟ ما يصير، أنا واقف هنا لإحياء شعار الحسينية، أذكر عطش الإمام الحسين وأطفال الإمام الحسين. فلهذا السبب انا وقفت ناقده. يلا يا زاهر اشرب الماء اذكر عطش الحسين، يلا يا زاهر اشرب الماء اذكر عطش الحسين. انا بزوار ابو السجاد، اشرب الماء ولعن يزيد. يا هلا يا هلا يا هلا.